لمساءكم جميعا. العادة قاعد على المكتب أصور لكم فقرة الشاشة. اليوم أقول لكم صراحة ما في فقرة شاشة، بس عندي شيء أحلى من فقرة الشاشة، أحلى خصوصا حق المتابعين القدامى اللي تابعني تقريبا 2018. أتذكر كان رمضان كم كان؟ كان في شهر 6 تقريبا، أول شهر 6. وكل سنة أطلع لكم مرة واحدة بسناب هني بالمكتب ومعاي ظرف مثل هذا، أول ما يوصلني أفتحه وأصور لكم إياه. يعني اللي يتذكر غير أعترف. إذا تذكرون سنة 2018 سوينا حملة جمع تبرعات ذكية جدا ذاك الوقت صراحة، إن قلنا نبي نستثمر في عقول أشخاص متميزين جدا جايبين بالثانوية العامة فوق 96 وما عندهم قدرة أنهم يتكفلون من إخواننا البدون، زائد ان عندهم طموح عالي. يعني مو اي شخص عنده طموح عالي، عنده نسبه عاليه، قادر وما عنده امل ابدا، ماديا وضعه تعبان. واطلقنا هذه الحمله اذا تتذكرونها، كان هذا الفيديو في 2018 في رمضان بالتعاون مع جمعيه الصفه الخيريه، لان المشروع ما راح يكون في افريقيا، المشروع بيكون داخل الكويت، ودنا نستثمر في عقول اشخاص هم اصلا متميزين وعايشين بيننا. ودنا نغير حالهم من حال الى حال، ودنا نصنع من اخواننا المتميزين الفائقين اللي جايبين فوق ال 95% من اخواننا البدون، ودنا نصنع منهم اطباء بحيث ان نكفلهم دراسه مدتها 7 سنوات. في ذاك الوقت جمعنا مبلغ يكفي 5 طلبه لغايه ما يتخرجوا من الجامعه، تكاليف كامله. ابشركم عيالكم اللي كفلناهم في ذاك الوقت اقسم بالله انهم كفوا ويستاهلون، وهذا تقاريرهم وهذه شهايدهم، هذه شهايدهم 1 2 3 4 5 ينقل للسنة الخامسة، راح يدرسون بإذن الله بعد أسابيع يبدؤون السنة 5 طب بشري. عسى رب العالمين يقويهم. هذه نسبهم ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذه المصاريف اللي دفعت والمبالغ اللي متبقية من جميع المبالغ اللي جمعناها في ذاك الوقت. يوسف وزهرة ومريم ومشعل وهاجر، ادعوا لهم تكفون ان رب العالمين يسهل لهم كل صعب ويقدرهم ويسر لهم الدراسة ان شاء الله، ونشوفهم بإذن الله بإذن الله اني انا بنفسي امرهم واصورهم في مستشفيات الكويت يعالجون اخوانهم، والله سبحانه وتعالى يرزق اللي كان سبب في هذه الشهايد اللي هم انتم اللي تبرعتوا، يرزقكم اجر كل عناء مريض، العناء مريض يتشافى بسببهم بإذن الله في ميزان أعمالكم، وبإذن الله كل وصفة وكل عملية تتم بإذن الله في ميزان أعمالكم وميزان أعمالهم إن شاء الله. هم كفوا ويستاهلون، وترى هذا بذراعهم، عسى رب العالمين يقويهم. واللي بطلبه منكم الآن أمانة ترفعون يدكم وتدعون لهم رب العالمين يسخر لهم كل صعب ويسر لهم السنين الجاية. أعتقد بعد سنتين بإذن الله إذا ربي يوفق راح ألتقي فيهم بالمستشفيات، وإذا الله مد بعمارنا بصور لكم بسناب شات وبتشوفهم. الملف الرئيسي اللي عندي هني، وهذه تقرير السنة الأولى يا جماعة، هذا لما انتقلوا من السنة الأولى إلى السنة الثانية. كان في واحدة تعرف نفسها، واحدة من الطلبة الخمسة، كان موجهين لها انذار نهائي لأن كانت درجاتها نازلة حيل، واليوم تبارك الرحمن والله العظيم مبيضتها. لا والله نسبتها السنة هذه وينها كاهي، ما شاء الله تبارك الرحمن نسبتها السنة هذه 73%. وشوف المواد، مواد ترى جدا صعبة، جراحة، علم نفس سريري، طب الشرعي، الأمراض الجلدية، عسى رب العالمين يقدرهم وييسر لهم إن شاء الله كل صعب. هذه نسبتها الآن وتبارك الرحمن متميزة.